ضيف إكسترا تايم هذه الليلة هو شخصية كروية من العيار الثقيل ومحبوبة لدى الجماهير أينما كان، سواء عندما كان لاعبا أو مدربا، فهو ملقب بالدهية الكروية، وهو المهاجم القناص كلاعب في مسيرة مميزة مع الأندية والمنتخبات العراقية، ومدرب فنان يرسم اللوحات الكروية داخل الملعب بإنجازاته. عدنان حمد نجم حلقتنا الليلة بدأ مسيرته الكروية كلاعب ناشئ في سامراء، وخاض تجارب عديدة في المنتخبات العراقية للفئات العمرية المختلفة ليكون بعدها ضمن خيارات المنتخب الأول. حمد الذي كان مهاجما في أندية القوة الجوية والطلبة والزوراء ليختم حياته الكروية في ناديه الأم سامراء، باشر عمله التدريبي في نادي الزوراء عام 1995، ومن ثم توجه لتدريب المنتخبات العراقية وحقق معها العديد من الإنجازات، منها الفوز بكأس آسيا للشباب عام 2000، وفاز مع المنتخب الأول ببطولة غرب آسيا عام 2002، وكان أحد أبرز إنجازاته المركز الرابع في أولمبياد أثينا 2004 مع المنتخب العراقي. وقاد حمد المنتخب العراقي في العديد من المباريات في تصفيات أمم آسيا وكأس العالم، ودرب العديد من الأندية العربية ومنتخباتها، فكانت له تجربته مع المنتخب اللبناني ونادي الأنصار اللبناني الذي حقق معه العديد من الألقاب، لينتقل بعدها إلى الكرة الأردنية ويتولى قيادة الفيصلي في مسيرة مميزة محليا وخارجيا. وأيضا لا ننسى المشوار الذهبي مع منتخب النشامة. بعدها انتقل حمد إلى دول الخليج، حيث قاد نادي بنياس الإماراتي بتجربة قصيرة، ومن ثم لتجربة أقصر مع المنتخب البحريني. عدنان حمد الآن هو حديث الشارع الرياضي الأردني والعربي بما يخص قضيته مع الاتحاد البحريني، وهو مطمع للعديد من الاتحادات والأندية العربية لقيادة فرقها. أقرب من نظر عيني لعيني، يا أبعد من حنانك عن حنيني.